بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخذ مثال في هذه المحاضرة على موضوع معادلة الميزانية، مثال أشبه بالأمثلة الشاملة. بدأت شركة الرضا عمالة تجارية برأس مال مقداره 50,000 دينار، أودعتها في الصندوق 2/1. تم شراء قطعة أرض بقيمة 15,000 دينار، سدد قيمتها نقدا من الصندوق. كذلك خلينا نقول في 3/1، هنا في 4/1، في 3/1 تم شراء مجموعة من الآلات بقيمة 12,000 دينار، سددت كذلك قيمتها نقدا من الصندوق. وفي 4/1 تم شراء سيارة بقيمة 13,000 دينار، سددت قيمتها نقدا من الصندوق. الآن حنبدأ نطبق على معادلة الميزانية. طبعا أنا هعمل جدول عشان سهولة الحال. الآن عندنا معادلة الميزانية اللي هي عبارة عن هاي الأصول. هنا هنفترض هنا في إشارة يساوي، وهي الخصوم، وهي حقوق الملكي. جايب؟ طيب نيجي نبدأ فقرة فقرة. أول شيء بدنا نروح البند الأول، هو عبارة عن رأس مال وصندوق. طبعا رأس مال اللي هو ضمن حقوق الملكية، هي رأس المال. تمام، هي رأس المال. طبعا رأس المال مقداره مباشرة هي 50,000، وعندنا اللي هو الصندوق ومقداره مباشرة اللي هو 50. يبقى عندنا اللي هو الأصول تساوي اللي هو الخصوم زائد حقوق الملكية. طيب ناخد الفقرة اللي تليها، ولك تم شراء قطعة أرض، تم شراء قطعة أرض وسددت قيمتها نقدا من الصندوق. الآن الأرض أصول، هنا الآن بدنا نركز في هذه الجزئية. الأرض هي عبارة عن أصول وأصول ثابتة، نأخذ لهم فاتحة. والصندوق برضو أصول، وهذا معلوم لدينا. يبقى عندنا أصول وعندنا أصول. طيب كيف أنا أتعامل مع هذا الموضوع؟ حاجة الآن الصندوق مش هضيف بند جديد، هضيف بند جديد للأراضي. شوف كيف الإجابة هتكون. طب جيد، الآن الصندوق زاد ولا نقص؟ لما اشترينا قطعة الأرض الصندوق نقص، بحط إشارة ناقص، بمقدار اللي هو 15,000. نقص بمقدار 15,000. جيد. طيب الأراضي، الأراضي زادت بمقدار 5، بحط إشارة زائد، هي 15,000. الآن لو طلب منا، طبعا هذا الحدث اللي هو كان في تاريخ 1/1، وهذا كان في تاريخ 2/1. لا، لو طلب مني وقال لي طلع لي النتيجة بعد الحدث اللي في تاريخ 2/1، شوف كيف حطلع لكم النتيجة. هاي النتيجة. طبعا في الامتحان احنا مش هنحتاج كل مرة نعمل النتيجة، بس انا للتوضيح. الان الصندوق كان فيه 50,000، اخذنا منه 15,000، تم 35. وهنا بننزل اشارة الزائد كما هي. نيجي للاراضي، الاراضي كانت صفر، لانه بعد قبل الحدث هذا ما كانش فيه اراضي، الشركة اشترت اراضي ب 15,000. طيب على الاتجاه الثاني، بالمناسبة هنا لابد ان يعني نشير إلى أنه هنا في اللي هو معلش أيوان نظرت. طيب ماشي، أوكي، مش مهم. هنا لازم نشير أنه هذا مفردة أيوان مجموعة، وهذه مجموعة أخرى هناخد لون تاني، وهذه مجموعة أخرى مخالفة، هي الأصول تساوي الخصوم زائد. الآن خلينا نتكلم عن
رأس المال، رأس المال ما تأثرش في الحدث، بينزل 50,000. الآن جمع النتيجة 35 زائد 15 50، هنا يبقى كم هو 50. طب تعالوا نشوف الحدث اللي في 3-1 إيه صار. 3-1 تم شراء آلات. طيب الآلات إحنا صنفناها برضو أصول ثابت. طب والصندوق أصول متداولة، يبقى عندي برضو أصول وأصول. ماشي، الآن أنا اشتريت آلات، يبقى بدي أزود بند جديد هو زائد الآلات. هنزل هنا هقول إنه الصندوق نقص ب 12,000، هي ناقص 12,000، خلينا نعدلها، هي ناقص 12,000، وهي بنحط إشارة زائد أخرى، وبنقول اللي هو الآلات زادت ب 12,000. يبقى الصندوق نقص ب 12,000 والآلات زادت. طيب خلينا نشوف النتيجة بعد هذا الحدث. هاي النتيجة، رترول زائد سي، صندوق كان في 50 نقص 15 صار في 35، نقص الآن مع الآلات مع شراء الآلات ب 12 صار في اللي هو 23. طيب معلش هذه مش هنا، هنحط قبال الآلات. أيوة أنا آسف، هنا الأراضي، هاي إشارة زائد، الأراضي ما تأثرتش ظلت ب 15، وعندنا إشارة زائد أخرى للآلات. ولو جينا نجمع هينزل اللي هو رأس المال كمان، لو جينا نجمع طلعت 23 و 15 38 و 12 50 وقول 50. ناخذ الحدث الأخير اللي هو اللي في 4-1، عندي أيضا سيارة أصل ثابت، وعندي صندوق أصل متداول برضو أصلين. الآن بضيف بند جديد، ها خلينا ماشي، بضيف بند آخر، بند جديد، هي إشارة زائد، هاي السيارة، هاي السيارة سيارة، خليني برضو هنا أصغر عشان تزبط، هاي السيارة. نفس القضية، صندوق نقص كمان مرة، نقص بمقدار اللي هو 13,000، وعندنا بند جديد اللي هو السيارات، هي إشارة زائد، ناخذ الزائد هذا ونروح فيها عند السيارات، هي زيادة ب 12، لا 13 آسف 13، وهي زيادة 13، هي زيادة ب 13. تعالوا نشوف اللي هو النتيجة أيضا، هذه النتيجة، كترول زائد سي، صندوق كان في 50 نقص ب 15 صار 35، 35 نقصت ب 12 صارت 23، 23 نقصت ب 13 صارت اللي هو 10. جيد، الآن نيجي هنا، الأراضي بقيت كما هي 15 تأثرتش غير أول مرة، والآلات 12، وعندنا بند جديد اللي هو السيارات 13. تعال نجمع 10 و 15 25 12 37 و 13 اللي هو 50. جيد، اللي هو رأس المال. طبعا أنا في الامتحان الفكرة أنه أنا مش هحتاج أنه كل مرة أعمل نتيجة نتيجة نتيجة، لا، في الآخر أنا لو استبعدت النتائج من الحل، الآن هستبعد النتائج من الحل طريقة بسيطة جدا، هاي حذف خلايا، شوف النتيجة هتوصل، هاي حذف خلايا، وهي حذف خلايا، هاي النتيجة اللي بتقول إن الصندوق في 1-1 أودعنا فيه 50,000 اللي هي عبارة عن رأس مال، ثم بعد ذلك صندوق نقص ب 15,000 مقابل شراء الأراضي، صندوق نقص ب 12,000 مقابل شراء الآلات. احنا حاسفين بند على فكرة، آسف، اللي هو 4، معلش نعمل إدراج مرة أخرى، هي 4-1،
اللي اشترط معنا اللي هو الصندوق نجس اللي هو 13,000 مقابل شراء السيارة اللي هي 13. تمام، تعالوا نجمع، هنلاقي الإجابة عندنا صحيحة. مهم جدا نتعلم كيف نعمل معادلة الميزانية. طبعا احنا جبناها بطريقة سهلة وبسيطة للاستفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.